خطر شيئا على نار. تلقى يهرب لبعض ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم وولاهم بإخلاص إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى أبد الآبدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بداية، تفضل على هذه الدورة المباركة، دورة الإمامين الجوادين عليهما السلام لتعليم الخطابة الحسينية، متفضلا الوجيه الفاضل السيد هاني الموسوي بإهداء كل طالب وطالبة من طلاب هذه الدورة هذا الكتاب القيم الذي يتحدث عن شخصية سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. من قبل الميلاد، يعني من عالم الذر وعالم الأرواح إلى ما بعد الاستشهاد، فجزاه الله عن فاطمة الزهراء خيرا وجعل هذا الكرم الهاشمي ذخيرة له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأدعو المحسنين الأدباء العلماء الشخصيات إلى رفض هذه الدورات وأمثالها بالدعم المعنوي الذي يستحسنونه لطلاب دورات الخطابة الحسينية، لأن الخطيب الحسيني اليوم بأمس الحاجة إلى المكتبة التي يثري بها ذهنه وعقله وحافظته، يملأ هذا الذهن بعلم محمد وآل محمد، ويملأ الأجواء بنور محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعود إلى حديثنا الذي انتقلنا فيه من خلاصة بحثنا الأول الذي كان خلاصته أن الناس انقسموا في الآيات إلى ثلاث أصناف: الميمنة والمشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قناة التحويل وإن كانت خلاصة البحث حولناها إلى أفضل مصداق للسابقين. من هو السباق في كل شيء؟ شخصية كشخصية أمير المؤمنين عليه السلام، سبق إلى الإسلام، سبق إلى الإيمان، سبق إلى الولادة في الكعبة التي لم يسبقه إليها أحد، وما وهبه الله جل وعلا من الأفضلية والسبق الكثير الكثير. نواصل الكتابة عن هذا الموضوع. الأسبقية التالية التي نتحدث عنها أن الله جل وعلا ما جعل لعلي من قبل سميا. هذا البحث لم يتطرق إليه أحد، واعتبروا أن بحثكم في هذا الأمر هو من البحوث البكر. الله جل وعلا يمن على نبيه زكريا بأن وهبه على الكبر صبيا اسمه غير مسبوق،
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. إذن هذه فضيلة وهذه منحة إلهية ووسام رباني. كذلك لم يجعل خالق الخلق الوهاب لم يجعل من قبل محمد لمحمد سميا، وكذلك لم يجعل لعلي من قبل علي سميا، ولم يجعل من قبل الحسن من قبل الحسن للحسن سميا، ولم يجعل من قبل الحسين روحي فداه سميا. فهذه الأسماء، واسم فاطمة كذلك اسم مشتق من أسماء الله الحسنى، فله السبق في هذه المكرمة وهذه الفضيلة. السبق الأقدم أن الله جل وعلا اشتق من نوره نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واشتق من نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم نور علي وفاطمة. إذن أول الأنوار المشتقة من نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو نور علي وفاطمة، وهذا سبق ليس هنالك سبق أفضل منه. ثم التقى النور بالنور، وهذا سبق كذلك لم يسبقه إليه أحد. كل زيجة في الأرض تتم بالتراضي بين أهل الزوج وأهل الزوجة، إلا زواج علي عليه السلام من سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، فقد تم العقد في السماوات العلى، وكان وكيل علي في العقد جبرائيل، وكان الحق جل وعلا وكيل فاطمة الزهراء عليها أفضل صلوات مصلين. إذن أول عقد بعد عقد آدم وحواء، أول عقد يقوم به الحق جل وعلا هو عقد علي وفاطمة، هذا سبق لم يسبقه إليه أحد، لا من نبي ولا من وصي ولا من خلق خلقه الله جل وعلا. نأتي إلى السابقة في الإسلام، قلنا أنه أول القوم إسلاما، وإن حاول البعض أن يقول أنه أول من أسلم من الصبيان، أول من أسلم من الصبيان لتصغير شأن الإمام علي عليه السلام، وهذا لن يضره بل ينفعه، هذا ينفعه أكثر، لأن هذا الصبي الذي يبادر للإيمان والإسلام علنا قبل أن يبادر إليه الكبار فهو أفضل من ألف كبير تباطأ في إعلان إسلامه، لأنه مفعم بالإيمان والإسلام حتى قبل أن يولد في هذه الحياة الدنيا. إضافة لذلك نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام كان سباقا إلى فعل الخيرات. من مصاديق السبق، دخل أعرابي إلى المسجد وكان محتاجا، والأعرابي لم يكن أعرابي، ولكنه جبرائيل عليه السلام تزيى بزي أعرابي ونزل إلى المسجد يستحث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعطاء للبذل في سبيل الله، فلم يجد فيهم من يهب لنجدة هذا الأعرابي، وكان علي عليه السلام قائما في محرابه يصلي نافلة،
بين الصلاتين فأومأ للأعرابي، أو أومأ بشكل صحيح ودقيق إلى جبرائيل عليه السلام المتزي بزي الأعرابي وهو في ركوعه، ومد يده فاستل جبرائيل من إصبعه البنصر خاتما ثمينا فنزل في حقه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فنزلت في شخص علي عليه السلام: فصلوا على محمد وآل محمد. فهذه سابقة لم يسبقه إليها أحد. إضافة لذلك كان هو السباق في كل معركة يذود فيها عن شخص رسول الله. أول فدائي، ولما آن أوان الهجرة، آن أوان الهجرة، وهنا مجال للمفاخرة بين كل الناس، رسول الله تعرض للخطر، تآمر عليه مشركو قريش، مشركو مكة، وانتدبوا من كل قبيلة فتى وأعطوه سيفا مسموما قاتلا، واتفقوا على أن يدخلوا على رسول الله في نومه في بيته ويضربوه ضربة رجل واحد. فأخبره جبرائيل عليه السلام بذلك وأمره بأمر الله بالهجرة، فقال: يا علي، لقد أمرني ربي بالهجرة، أتنام في فراشي؟ قال: أو تسلم يا رسول الله؟ قال: نعم يا علي. قال: فداك نفسي، فداك أمي وأبي، فداك كل عشيرتي، وفي سلامة من ديني؟ قال: نعم يا علي. قال: امضي راشدا إلى المدينة وأنا أنام في فراشك وأفي بعدتك وديونك إلى كل من له حق لديك، وأنا أتكفل بالفواطم الثلاثة وآتي بهن بعد هجرتك. فنام علي عليه السلام في فراش النبي ليلة الهجرة، وكان هذا العمل سابقة لم يسبقه إليها أحد، فدى رسول الله بنفسه. حتى أن الله جل وعلا في هذه الليلة، ليلة مبيت علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، باها بهما الملائكة، فامتحن جبرائيل وميكائيل قائلا لهما: إني قد وهبت أحدكما 10 سنوات من العمر زيادة، فمن منكم يؤثر أخاه على نفسه؟ يعني عندي 10 سنوات عمر زيادة، يا جبرائيل يا ميكائيل، مين بيقول يا رب أعطيها الخي، أعطيها لأخي وإني متنازل عنها؟ فقال جبرائيل: يا رب، هذه الزيادة في العمر في طاعتك، لا أؤثر أحدا على نفسي، لا أنا بدي إياها. وقال ميكائيل: أنا أريدها يا رب. فقال لهما: ألا تهبطا إلى الأرض وتنظرا إلى عبدي علي بن أبي طالب كيف يؤثر أخاه رسول الله على نفسه ويفديه بنفسه وينام في فراشه ليتلقى السيوف التي هي أحد من البرق الخاطف، ستنزل إلى بدنه فتقطعه إربا إربا. انظروا إلى أخوة علي ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلموا منهما الإيثار. إذن هذه سابقة لم يسبقه إليها أحد. السابقة الأخرى ما وجدنا في تاريخ البشرية جائع
جائع ويتكرم بإفطاره الذي لا يملك سواه، فنزل في حقه قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، على شدة حاجتهم له أطعموا طعامهم في 3 ليالي مسكينا ويتيما وأسيرا. لمن؟ إنما نطعمكم لوجه الله. إذن كان علي عليه السلام وأهل بيته الأطهار سباقون إلى مرضاة الله، سباقون إلى كل شيء. السبق الآخر هو يوم المباهلة، كذلك أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وباهل به نصارى نجران، ولم يباهل بأحد غيره، وقارن القرآن بين علي ونفس رسول الله، فجعل علي عليه السلام من رسول الله منزلة النفس. انظروا إخواني أخواتي، أقول هذه ورقة وهذه ورقة، هذه ورقة وهذه ورقة، لكن هذه الورقة أليف وهذه باء. أما عندما يكون الحال واحد، أقول هذه الورقة نفس هذه الورقة، أصبحت ورقة واحدة. علي هو نفس محمد، ومحمد هو نفس علي بدليل القرآن الكريم، وهذه سابقة لم يسبقه إليها أحد. في المعارك كان هو السباق، حتى أن الجائزة الإلهية، انظروا إخوتي أخواتي اذكروها هذه دائما وأبدا، هذه الفضيلة لا هي شرقية ولا هي غربية، ألوف السيوف تكسرت في معارك الإسلام ضد الشرك، آلاف الأبطال استشهدوا في معارك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكفار، ولكن في معركة أحد عندما تحطم سيف علي بن أبي طالب عليه السلام، وإذا بالإرادة الإلهية تصطنع سيفا في مصنع القدرة، يهبط به جبرائيل مفتخرا بين السماء والأرض قائلا: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. لماذا لم ينزل الحق سيفا؟ مثلا للحمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء عم النبي في نفس المعركة، لماذا لم ينزل سيف؟ لماذا لم ينزل سيف لبقية أصحاب رسول الله في بقية المعارك؟ لماذا لم ينزل سيف مثلا في معركة مؤتة لجعفر بن أبي طالب سلام الله عليه، الذي وهبه الله جناحين يطير بهما في الجنة؟ إنها سابقة لعلي ما كانت لغيره قط. السابقة الأخرى والأخيرة ولا أطيل الحديث، رد الشمس لعلي عليه السلام، وما كانت لأحد من الأوصياء إلا ليوشع بن نون عندما خرج لحرب الجبارين في أريحا، قتل الجبارين جميعا وبقي منهم 9 رهط فقط، فدخلوا أريحا وكادت الشمس أن تغرب، فإذا غابت الشمس ضيع يوشع بن نون أثر الجبابرة، فقال: إلهي أقسم عليك بكليمك موسى بن عمران وأنا وصيه، إلا ما رددت الشمس حتى أنتهي من قتال هؤلاء الكفرة، فردت له الشمس. وهكذا كان الأمر
مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول ابن أبي الحديد المعتزلي في عينيته: يا من له ردة ذكاء الشمس، يا من له ردة ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع. إذن ردة الشمس لعلي عليه السلام وهي سابقة في الإسلام، لم يسبقه إليها أحد. لم يفتخر علي عليه السلام بهذه الأمور مجتمعة، افتخر بسبقه في الشهادة. وهنا بإمكانكم أن تضعوا في ليلة أخرى الحديث عن قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في معركة بدر الكبرى قتل عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم الإمام سلام الله عليه، فوفى بعهده ونذره في معركة بدر. في المعركة الثانية في معركة أحد قتل أسد الله وأسد رسوله الحمزة بن عبد المطلب سلام الله عليه، ووفى بعهده ونذره، وبقي أمير المؤمنين عليه السلام ينتظر الليلة التي وعده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفي بنذره. وإذا به ليلة 19 من شهر رمضان، وصلنا وين الآن؟ إلى المصيبة. وكان في هذا الشهر الفضيل يفطر في كل ليلة في دار أحد أولاده، ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين. وفي ليلة 19 أزمع أن يكون إفطاره عند السيدة زينب سلام الله عليها. فلما أكمل صلاة المغرب والعشاء وجلس إلى المائدة، وإذا بها تقدم له صحنا وفيه إناء فيه قليل من لبن وقدح من ماء ورغيف من خبز الشعير اليابس وقليل من ملح الجريش، فقال لها: بني زينب، أتريدين أن يطول وقوفي بين يدي الله؟ ارفعي أحد الإدامين. فأرادت أن ترفع الملح فقال: لا، ارفع اللبن. فأفطر في تلك الليلة على خبز يابس وقليل من ملح الجريش وعلى شربة من الماء القراح، ومضى إلى محرابه يصلي ويخرج بين الفينة والأخرى إلى صحن الدار وينظر في النجوم ليحسب بحسابات الفلك هل هي الليلة التي وعده بها رسول الله. خرج منتصف الليل وإذا به يقول: هي والله الليلة التي وعدني بها رسول الله. فتشاءمت من ذلك زينب سلام الله عليها وقالت: أبا، يا أمير المؤمنين، ما رأيتك في مثل هذه الحالة، أمر الحسن أو الحسين ليمضي أحدهما إلى المسجد فيصلي بالناس فيصلي بالمسلمين صلاة الفجر. قال: لا بني، لا مهرب من الموت أبدا. ثم كان في صحن الدار أوز للإمام الحسن عليه السلام، فصحن في وجهه وإذا بالمولى ينادي: صوائح تتبعها نوائح. من هنا نبدأ بالنعي. ثم مضى إلى الباب يصلحه ليخرج إلى المسجد، فانحل مئزر سلام الله عليه، ربط المئزر بعد فتح الباب وهو يخاطب نفسه قائلا: اجدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك.
ولا تجزع من الموت إذا حل بغاديك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. توجه الإمام سلام الله عليه إلى المسجد، دخل المسجد وإذا به ينظر إلى اللعين وقد نام على بطنه وأخفى سيف الغدر تحت عباءته، رفسه برجله قائلا الصلاة الصلاة يا عدو الله، انهض إلى الصلاة ولا تنم على بطنك فإنها نومة الشياطين، ونم على ظهرك فإنها نومة الأنبياء، أو على كتفك الأيمن فإنها نومة الأوصياء والأولياء، أو على يدك اليسرى فإنها نومة العلماء. ألا وإنك مقبل أو مقدم على أمر تكاد السماوات يتفطرن لهوله، انهض يا عدو الله للصلاة. ثم صعد المئذن ليؤذن أمير المؤمنين، لما هتف قائلا الله أكبر وكأن الكوفة ارتجت أركانها مجيبة لنداء تكبيرة أمير المؤمنين، أكمل الأذان، نزل إلى صحن المسجد، دخل المحراب يصلي صلاة نافلة الصبح، دخل في صلاته أهوى من القراءة إلى الركوع ثم إلى السجود، ثم قام إلى الركعة الثانية، نزل من الركعة الثانية بعد القنوت إلى الركوع، ومن الركوع إلى السجود. لما كان في السجدة الثانية وإذا باللعين يهوي بالسيف على رأس الإمام قائلا الحكم لله لا لك يا علي، أحس الإمام بحرارة السيف والدماء سالت على وجهه ولحيته، ولكن تأملوا السابق السابق الفائز الفائز يهتف هتافا خالدا، قال أمير المؤمنين فزت ورب الكعبة، أيها الناس لا يفوتنكم الرجل قتلني ابن اليهودية. واصطفقت أبواب المسجد وهبت ريح سوداء وارتجت الكوفة بأهلها، وإذا مناد ينادي بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى، قتل ابن عم المصطفى قتله أشقى الأشقياء. الله أكبر. قام الإمام الحسن عليه السلام عصب والده بعصابه، أقام الصلاة بدلا عن أبيه، ثم أنه بعد أن أتم الصلاة حمله على عاتقه الأيمن والحسين على عاتقه الأيسر، حملاه جميعا إلى الدار. قبل أن يصل إلى باب الدار قال أمير المؤمنين نزلاني نزلاني. لما يا أمير المؤمنين؟ نتمنى أن نحملك على أحداق العيون، على رموش العيون، على الرؤوس يا أمير المؤمنين. قال لا بني حسن،
إني أخشى على أختكم الحوراء زينب أن يتصدع قلبها، وكأنها حست بما جرى قامت فتحت الباب وهي تصرخ بلسان الحال: والله صدعت وصاحت يا المجيب لين. الشايلين وياكم منين؟ أنا أسمع هذا الوصياح صوبا، ظن انشت العهد يا طيبين، اي والله ظن انشت العهد. يا طيبين والله لما سمعها الحسن وحسين. والله صحا ويا زينب زيد ليونين. والله أبونا انطبر والراس نصين، يا ويلي أبونا انطبر والرايا هيا اسنا الصين. أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعينا. نسألك وندعوك يا الله. إذن هذا بإيجاز مجلس انتقلنا فيه من شرح آيات قرآنية، أخذنا الخلاصة: السابقون في الإسلام والسابقون في كل علم وفضيلة. تحدثنا عن أسبق السابقين، إمام المتقين، قائد الغر المحجلين، ثم دخلنا في مصيبته ليلة 19 من المحرم. إن شاء الله في دروس قادمة سنحاول استعراض آيات أخرى وندخل إلى مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على نار كل جاي هارو لبارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.